في البصرة أيضا حيث تعاني المدينة من ظاهرة الكلاب السائبة هي الأخرى وبشكل كبير. الجديد في هذا الموضوع وفاة مواطن من قضاء الزبير بعد مهاجمته من قبل مجموعة من الكلاب الضالة. لنستمع إلى تفاصيل القصة من الصحفي أحمد عبد الصمد. الشاب غزوان هو من سكنة قضاء الزبير، تعرض إلى عضة كلب وعالج في مستشفى الجمهوري وتم أخذ العلاج، لكن بعد 15 يوم توفى، انتقل إلى رحمة الله تعالى. غزوان هو شاب طبعا وراد يخلص صاحب المتنزه من الكلب اللي هاجمه، لكن الكلب هاجمه وعضه. هاي صورة غزوان شوفوها، أحد شباب قضاء الزبير. المشكلة غزوان واحد من ضحايا الكلاب السائبة. إلى متى تبقى قضية الكلاب السائبة في قضاء الزبير؟ أكثر من عشرين شخص ماتوا بسبب عضة كلب. شنو المشكلة عند الحكومة اللي ما تتخلص من الكلاب السائبة؟ ليش الإنسان حياته رخيصة وما حد يهتم له؟ البيطرة، الصحة، البيئة، ليش يعني؟ أنا بس مستغرب، أنا ليش يعني؟ شنو ما عندنا فلوس مثلاً؟ أولادكم ما تحضن كلاب؟ أنتم لكم علاقة بالكلاب؟ بس أرد أفتهم ليش يعني؟ ليش شبابنا قاعد يروحون الكلاب السائبة بكل مكان الآن؟ الجماعة ما يستحون رادين طق، يعني ما معقولة كل مناطق البصرة بيها كلاب وثلاث أرباعها كلاب سائبة. وأرد أضيف لكم بعد شيء أيضاً، الكلب السائب اللي عض غزوان ما زال موجود يسرح ويمرح بالزبير، يعني هسه يعض له واحد ثاني وثالث ورابع، والمسؤولين ولا إلى علاقة، المسؤولين لا بالزبير ولا بغير مناطق، كل مناطق البصرة ما أعرف البيطرة إيش قاعد يسوي والبيئة إيش قاعد يسوي والبلدية والصحة إيش قاعد يسوون ما أدري.